انت يا ماجد اسكت. لما كانوا القحطان ما كان ولا احد، لما كان القحطان يتكلمون الباقي يسكت، لما كان القحطان يدخلون اي مكان الباقيين يخرجون منه. هذا لما كانت لنا صولة وجولة قبل اشباح الرجال ما يجون، واقصدك انت يا راشد، لان مايكل ما يهمه ان ذبحتني او ذبحتك، اللي يهمه ان يشوف دمي ودمك يجرين وما يرتاح. لا شافني انا وياك ناكل من صحن واحد. وسواتك هذا باخوك راشد وش سميها؟ مثل سواتك برعد. حاسب نفسك رجال وتحط عقلك بعقل رداد، وترمون رجل بري في البر ما له ذنب، ولولا ستر الله وارسله من يعتقه لكان مات وما حد يدرابه. تمنيتك تنهج البطن الصحراء وتشوف البلاوي اللي سويتها انت ومتعب. اجاوز ورجال ومذاليل ماتوا من الحر، وطواهم العطش وهلكهم الحر. قل لي وين اصنفك، قل لي من وين اصنفك؟ من البشر ما ظنيت، من البهائم لا والله، حتى البهايم تحن لجنسها. حبيبي ماجد أنا ليش في تربيت وفي هبس؟ أنا وإنت ما في أداوة. أنت البلا كله، أنت صوبة زرعها أبوي وما عرفنا نتخلص منها. أنت هلاك وخراب بيوت كثيرة يا مايكل. أنت يا مايكل مثل السوسة حين تدخل القمح تنخره كله وما تخلي منه إلا القشر. ولمتى ودك تخلينا محبوسين بذا المكان يا ماجد؟ هذا السؤال بدري عليه يا راشد. والله الله لولا خوفي من الشيخ ماجد انه يزعل، ولا كان ذبحتكم اثنيناتكم ودفنكم تحت رجولي. اخس وجه انت وياه